مرحبا بكم. النهارده معايا سفره لوي كانز، نظام رويال برضو، بس شكلها جميل جدا، واخد ماركت ريت خفيف زي ما انتم شايفينه كده، واخد الشكل الماركت ريت طبعا، وبرضو ملعوب بعمليات القشره والفلتو فيها بشكل خفيف. والكرسي بتاعها واخد الوينج، طبعا انا سايبه بدون تنجيد علشان ممكن لو عايزه كابيتونيه او تعمله كانيه او تنجيد عادي حسب رغبه العميل. زي ما انتم شايفين البوفيه، لو انتقلنا الى البوفيه هتلاقي البوفيه شكله واخد الكيرف، هنا على بومبي وهنا على بومبي جنبين، واخد هنا برواز المرايه، واخد مرايه هنا ومرايه هنا، وفي النص طبعا تابلو ماركت ريت مطعم بالنحاس، شريط نحاس اسباني حواليها. لو بصينا على برواز المرايه، هو برواز البيضاوي دوت متعلق بستاند نحاس بيدي الفيو الشكل، في منه نوع معلق على الحائط عادي وفي منه بالستاند ده، والستاند بيدي شكل جميل جدا. والفاترين طبعا بتاعتها اللي هي الرويال، نظام الرويال برضو عادي، اللي هي ازاز كلها زي ما انتم شايفينها كده، واخده الكيرفات واخده نفس الدورانات ونفس النحاس اللي موجود فيها. عايزين تعرفوا اكتر زورونا على الاطروش.com.